السلام عليكم. واضح معكم الشيخ النهاري. دي جي سناك تلاقيته كنت انا نفطر مع واحدين صحابي، نضربوا في الكوتليت وفي الكفته، ومن بعد جاني تليفون. كي جاني تليفون قالوا لي دي جي سناك راه يحوس عليك. قلت لهم انا حتى نكملوا هذه الكفته وهذا الكوتليت عاد ونمشيو. ضربت هذاك الكوتليت والكفته، واحد البراد تاع المخ نتاعي انقلب، كنت منوار بلون وليت اون كولير. هذه الشيخ احمد هذا بارولي تاع الشاب حسني الله يرحمه ونتاع نصرو، هو اللي دار لي الخيط باش تلاقيت معاه. اخويا كي تلاقاني نقول لك صح، عنده واحد النيه، واحد لافاسون معاك يهضر معاك، كله تقول لنا عارفه في 20 عام تعانقنا تسالمنا كومونسينا الخدمه. قال لي قلت له ندير لك الدربوكا، ما بغاش الدربوكا، قال لي دير لي قلال القديم القلوز بالجلده. خويا قال لي انا راني باغي نولي للاصل. هذه هي الدنيا، لخاطر قال لك سي تو سي با او تو فا ريغارد دو تو فيان. الانسان دائما يتبع لوريجين تاعه ودائما يتبع جدره اللي نديرو حاجه نتاع الراي القديم كيما نتاع حاجه الشيخه الريميتي الله يرحمها. دوك نكذب ولا نقول الصح؟ واش يخدم النهاري في حياته؟ نهار الاول النهاري كان يخدم كيما يخدموا كاع الناس، ومن بعد كي يدروك القلال هذا ونخدم العراس. انا لا سبيساليتي تاعي نخدم العراس بزاف، هي دوريجين انا براح. البراح هذا واش هو اللي يقدم شيخه، يقدم الشيخ. تعطيني انت دروك هكا زياره تقول لي جيب لي القصيده نتاع قالت لك زيزيه اللي لرقادك عندي. الور انا التبريحه هنا من عند امين في خاطر الاحباب والجماعه وسوريا، وقالت لك زيزيه اللي لرقادك عندي، الله يخلف ويبارك. هذه هي انا عندي بروجي كبير، والكبير هو الله. عندي ان شاء الله في 14 جونفي عرضتني واحده الطفله ناس ملاح، ومن هذا المنبر هذا نسلم عليها قولها سوريا. عرضتني في 14 جونفي في واحد البلاصه يقولها الاولمبيا، هذه الاولمبيا كان يغني فيها غير ازنافور والله يرحمه جوني اليدي وكل شيء، راه غادي يغني فيها. وتما كنت تما نقدم لكم الناس اللي غادي يغنيو تما، غادي يكون فيها الشيخ النهاري. جو موي ديجا او دو لافيش، هذه هي. يعطيكم الصحة واضح، ونتلاقاو في ساعة زينة. دقيه ماشي يا حمامة وانا قمري نصيدك، واه مانيش منها عمري، مانيش منها عمري، يا مانيش منها غير البابور جابني.